يحتوي هذا الكون الواسع على أسرار معقدة وأبعاد إعجازية لم يزل الإنسان يعكف على اكتشافها والاستفادة من علومها من أجل التوصل إلى ثورات علمية وحضارية. هذا الإنسان لم يقف متفرجاً أمام هذه الآيات المعجزة، بل دخل إلى أعماق الصحاري والغابات وغاص في البحار والمحيطات وتعلم من النجوم السفر ومن الظل نظام الحياة ومن الرياح الطاقة والانطلاق. لقد فطنت المجتمعات المتطورة إلى الدور المحوري الذي يلعبه العلم في السياسة والمجتمع والاقتصاد، ولذلك واصلت الإنفاق بسخاء بثروات مادية هائلة على البحث العلمي كما في أمريكا والصين، وذلك بهدف تعزيز بنية متكاملة لدعم الابتكارات ودمجها في النسيج الحيوي الاقتصادي لتلك المجتمعات. من هنا ولدت منافسة محمومة وبناءة بين الشعوب لتطوير نمط العيش والارتقاء بالحضارة الإنسانية. أبت المملكة العربية السعودية إلا أن تواكب عجلة التطور بسلاح العلم، ليس على صعيد دعم الأفراد فحسب، بل على صعيد تأهيل مجتمعها بأكمله، إذ طورت المملكة سياسة وطنية مترابطة ومستدامة تنمي الطاقات وتحث على التميز والابتكار العلمي وتسجيل الاختراعات لتحقيق نهضة اقتصادية من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها والانتقال بالمملكة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يحركه الابتكار من خلال صناعات قائمة على المعرفة. في عام 1406 هجرية صدر المرسوم الملكي الكريم الذي بادرت بناء عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع منظومة متكاملة لتطوير العلوم والاستثمار في الطاقات البشرية. وفي العام 1423 هجرية وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، مجنداً الجامعات والمؤسسات والجمعيات للقيام بنهضة علمية فعالة، فانهالت المبادرات والابتكارات من مهندسين وأصحاب اختصاص من أبناء المملكة، وأقبلت الأمة على الارتقاء بالعلم، فأكثرت الجامعات من برامجها المستحدثة وأجهزتها المطورة لتحث الشباب على التعلم والابتكار. اليوم كل ما ترى في المملكة ولله الحمد يقوم من نشاط في الجامعات الجديدة، في البحوث العلمية، في النشاطات الصناعية كلها، هذه بدأت منذ سنوات طويلة. تبني الدولة هذه ل التنمية الصحيحة وتنمية المواطنين بشكل صحيح. قد يكون هذا هو أهم نتائج الرحلة. ما تقول إن كانت ساعة كانت منبه. لن ينسى الشعب العربي عموماً والسعودي خصوصاً الموعد مع الفضاء في الرحلة الأولى للعرب والمسلمين يوم 17 من يونيو لعام 1985. علمت المملكة وجامعة الدول العربية أن ناسا قد بدأت تتيح الفرصة أمام رواد فضاء من غير الغربيين بالمشاركة برحلاتها الفضائية كاختصاصي حمولة لمتابعة إطلاق القمر الصناعي العربي، فقدمت الأمير سلطان للترشح كسائر أبناء المملكة دون المبالاة بالصعوبات والمخاطر التي قد تواجهه.
ثم أخضع سمو الأمير لتحاليل واختبارات عديدة، فوقع اختيار ناسا على هذا الشاب الأمير ذي 28 عاماً ليشارك في رحلة ديسكفري جي 51، وبدأ التدريب المكثف. We had been together for a year and a half training, but then with the change in mission close in about 3 months from the flight, that's when we brought in Sultan and Patrick into the crew, and they were easy to work with, easy to assimilate. Sultan has a great sense of humor, he's very intelligent, so it was an easy process bringing them into the crew. So the training was, in a sense, it was difficult and intense and busy, but it was kind of easy working with people who are so easy to get along with. بالنيابة عن نفسي وعن زميلي الرائد الممثل بسام أعبر عن شعورنا بالفخر أن نكون موجودين في هالموقف لمثل 22 دولة عربية. كما قلت باللغة الإنجليزية أنه أتمنى لو المطر هذا اللي اليوم يروح إن شاء الله البلاد العربية وتكون الشمس اللي موجودة عند هناك موجودة هنا يوم الإطلاق الاثنين. متحمسين للرحلة وكل شيء على ما يرام، وإن شاء الله نراكم بعد عودتنا الأسبوع القادم. تابع سمو الأمير التدريب بشغف وانضباط حتى جاء يوم الانطلاق، ولم ينس أن يحمل في جيبه مسبحة للدعاء والتسبيح. عندما أقلع السلطان بن سلمان في المكوك ما كان لوحده، كانت كل من يشاهده، ليس 160 مليون عربي كان يلاحظونه وهو يدور حول الأرض، أو حتى 800 أو 900 مليون مسلم اللي يمثلهم، كان يمثل الدول العربية مجتمعة، الأمة الإسلامية مجتمعة. فهذا كان فعلا أنا أعتبره إنجاز كبير، ليس للمملكة العربية السعودية فقط ولكن للأمة العربية والإسلامية بشكل عام. And Prince Sultan was a very vital part of our crew, and we certainly enjoyed working with him. It was very interesting, and I think it was very beneficial to all of us because it gave us insight into another culture, and we learned to appreciate another culture, and we also learned quite a bit about Saudi Arabia, which we hadn't known before. So we were very, very thankful for that opportunity. قام الأمير سلطان خلال الرحلة باختبارات عديدة كعملية فصل السوائل لإيجاد وسائل لمعالجة بقع الزيت في الماء، وصور بعض المناطق من المملكة لأغراض علمية وجيولوجية. عملنا كان التنسيق في عدة جوانب، أحد الجوانب مثلا هو متطلبات التدريب. التدريب يشمل التدريب الفني على إجراء التجارب، وهذا يقوم فيه العلماء السعوديون من مدينة هيوستن، وأيضا تدريبات طبية واللياقية وتجربة بعض الأدوية اللي يحتاجها رائد الفضاء أثناء الرحلة. كنا ننسق بين ذلك في هذا مع الأمير سلطان ومؤسسة ناسا. والحقيقة أنه وهذا الشيء الطيب، أن الاحتكاك بناسا والاحتكاك المختلف في ناسا طبعا والمشاركة مع مؤسسة مثل ناسا تعطيك الثقة بأنه ما في شيء صعب. أعتقد أن هذه الرحلة وما تلاها كانت عامل مشجع وحافز رئيسي للمملكة العربية السعودية أنها وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تشارك أفضل أماكن العلم في العالم. فعلا كانوا كل في موقعه في هذه الفترة، وكل أدى دوره كما يجب ولله الحمد، وطبعا النتائج فيما بعد أثبتت هالشيء هذا، فطبعا كان أعصاب مشدودة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام بنتم بخير، ولو متأخر الوقت شوي نطمنكم الحمد لله أن المهمة على أحسن ما يرام، والحمد لله تم إطلاق القمر الصناعي العربي الثاني بنجاح تام. إلى حد يوم البارح كانت عملية إيصال القمر إلى مداره ناجحة، لدرجة أنه تم توفير الوقود لحياة وإطالة عمر القمر. أثمرت الرحلة الفضائية نجاحاً ملموساً، حيث إن قمر عرب سات اليوم يغطي الأمة العربية بكافة أقطارها، هذه الأمة التي وعت أنها قادرة بفضل العلم والمعرفة أن تقرر مصيرها ومستقبلها بنفسها،
وأنها قادرة على التواصل ومواكبة التطور التكنولوجي والعلمي. الابن العزيز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنتهز هذه الفرصة لأبعث لك ولزملائك من وطنك المملكة العربية السعودية أطيب التمنيات على متن هذه الرحلة التي سوف تكون إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين والأمة العربية. إننا لفخورين بأدائك مهمتك الناجحة في الفضاء، ونتمنى لك عودة سعيدة. وتبقى المكالمة التاريخية بين المكوك وجدة من إحدى الذكريات الخالدة لهذه الرحلة، حيث تركت مشاعر رائعة في قلب الأمير عندما سمع صوت والده يلامس أذنيه عبر آلاف الأميال. أهلا يا سلطان، والحمد لله على نجاح رحلتك. أرجو أن تبلغ تحياتي لزملائك ووالدتك وأختك، يسلموا عليك وطيبين وبخير، وإن شاء الله نشوفك بالسلامة وبالتوفيق. وأحسن خبر سمعته اليوم أنك ختمت القرآن في الفضاء، وهذا شيء أشكر الله عليه. دائم التوفيق إن شاء الله، ومع السلامة. خلال هذه الأيام السبعة أجرى الأمير في كل لحظة اختبارات جديدة ستبقى في ذاكرته إلى الأبد. I think that each person who flies in space brings back to the earth his own memories of the experience. There are a lot of people who have written books about the space flight experience. I haven't read any of them. And the reason for that is that I think that the space flight experience is a very personal one. It's one that we have all taken very seriously, and we want our memories to last the way we remember them, not the way someone else remembers them. And so I think the same thing is true here with regard to thinking back about the funny things that happened on the space flight. Of course they are, but I'll keep them to myself. I think if I knew the answer to that, I'd probably stay in space and solve more problems. But looking at it from here, the trouble all over the world, not just the Middle East, looks very strange. As you see, the boundaries and the borderlines disappearing. Yesterday, I was coming to the flight commander, mission commander, Dan Brandstein, saying that it's amazing that from one end to another of the United States of America, it takes a few minutes. Whereby you plan a whole trip when you're lots of people who are involved in causing most of these problems ought to come up here and take a look. Well, I think the endeavor of humankind to go to space is been very challenging and I think very rewarding. You saw it with the early programs in Mercury, and you got to the space shuttle. You could include more people. The Russians and their Soyuz took various nationalities into space. Probably to this point in space history, the International Space Station is the greatest achievement of an international effort developing and building a huge research facility in space. It's working very well. At the end of the space flight, when you come back to Earth, it's not always a good news. And so I hoped a bit that there was some failure, some technical problem to stay a couple of days more in space. But everything worked very well and we came back on time. But when you are back on the Earth, it's the beginning of something else. And so his job, in some respects, really started when he got back. He was now a sort of a symbol, for the Arab world, and his real job was communications, to communicate, get kids from the Middle East part of the world to get excited about science and technology, and show that they too, there's nothing that you can't envision that you can't potentially accomplish.
إن رحلة المملكة العربية السعودية إلى الفضاء من خلال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان هي رحلة للأمة العربية بأكملها، تقول للعالم إن تاريخها حي فيها، وإن دورها على ساحة الحضارة البشرية سيبقى فاعلاً من خلال أجيالها المتجددة الحاملة للواء العلم والمعرفة. في نهاية الأمر نحن بشر نعيش على كوكب واحد وكوكب صغير وكوكب هش، ورأينا البراكين عندما تنفجر، الزلازل عندما تحدث، كيف كل العالم يتأثر فيها بشكل مباشر الآن أصبح، وليس فقط بشكل غير مباشر. ولذلك يعني رأينا أنه اليوم العالم يتغير بسرعة، ونحن كعالم نعيش في هذا العالم العربي الإسلامي لابد أن نتغير ونجعل أنفسنا جزء من صنع هذا المستقبل الإنساني والبشرية، وليس فقط لمستقبل أمتنا الإسلامية والعربية. ولولا علماؤنا الأوائل وابتكاراتهم وتاريخنا المجيد الشاهد على تلك الإنجازات العلمية لما وصل العلم إلى ما هو عليه اليوم من تقدم غير مسبوق. هكذا سنبني حاضرنا ومستقبلنا بالاعتماد على عقل الإنسان الذي هو إبداع الخالق جل شأنه. أنا عبد الله خالد الحازي من منطقة الطائف، حلمي أن يكون دكتور. أنا ديمة ماجدة سعيد من منطقة القصيم، حلمي أن أكون طبيبة. أنا حسن هشام طبقاني من مدينة المنورة.